كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. من بعد ما تحرقت البنت هبة اللي ألمت العالم ماشي غير المغرب وإنما العالم بأسره، ولا اليوم شي حاجة اللي هي خصها الوقاية من العافية أو لا العافية خصها تكون ضرورية. هاد الروايد هادو دابا عرفتي شحال هما منزلين تما من زمان وما منزلين، وكنا منتظرين أن شي نهار غتوقع شي حاجة في ديك الروايد، لأن كان خصهم غير اللي يجي يهزهم ويحيدهم من تم. دونك ديك الناس ما هزوهمش، ملي كتبغي تنصحهم ما كيسمعولكش. لا تشتو الشرارة ديال هادشي هاد العافية وهاد الهلع، ياك تو حضرتوا على منين بدات الشرارة ديال العافية والناس سمحوا في المسائل ديالهم اللي هي خاصه في الديور ديالهم وخرجوا غير ولادهم. كان الاساس هما يهربوا هما وولادهم. حيت اليوم الواحد ملي كتشعل العافيه كيشوف غير راسو وولدو، كيبقى يشوف حتى شي حاجه. هزوا وليداتهم وخرجوا خمسه الامارات كاملين هاربين بولادهم والشارع عامر. حنا ولينا كنخافوا في ديورنا على هاد المصائب هادو. دونك الحاجه اللي كتكون فيها العافيه خص الواحد يدير الحيطه والحذر عليها. الناس ما دايرينش شي حاجه، شي وقايه صغيره ضد العافيه بما فيها هذيك الحاجه اللي كتطفي العافيه، بما فيها تجنب الحرائق، بما ما في كاين والو. دونك داك الشيء راه كاين ومازال كاين لاكاف، راه عامر بالوسخ. كاين طوموبيل اللي عندها 30 عام 40 عام راه ساكن فيها القط وساكن فيها الفاره، تقدر ماشي تشعل فيها غير العافيه. دونك كاين واحد الحاله راه كاين في لاكاف الاهمال في داك الكراج. انا كنعرف كراج ديال الديوانه كيكون كراج كارثه تكون لهاد الناس ديال الامارات. شوفي الناس دابا هما كيمسحوا في الشراجم والعافيه والدخان اللي دخل لهم لديورهم. دونك الاتات ديالهم اللي حفات حشر جمره مشات له. الناس في عطله دونك عايجي عايل قدر وكحله. الناس بوليداتهم اللي لا ما ينعسوش اللي شافوا ديك الحاله راه مغيباتو في الخلا ولا يمشيو يدبروا فين يسكنوا. دونك كاين حاجه اللي سميتها العافيه خص الواحد يدير الحيطه والحذر عليها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.